خلاص المخالف عليها 500 جنيه اتفضل تطبق الاجراءات الاحترازيه اللي عملها الدوله لامنك وسلامتك قبل امني وسلامتك خلاص اتفضل يلا تعالى لي ورقه على العربيه يلا. كله لابس كمامه كله لابس كمامه تمام عايز ورقه على العربيه ممنوع الركوب بدون كمامه وانت لابس كمامه وكل العربيه اللي بتلبس كمامه لامنك وسلامتك قبل امننا وسلامتنا وتطبق الاجراءات الاحترازيه بتاعت الدوله خلاص بعد كده غرامه 500 جنيه ماشي طب هتمسح لي ورقه على العربيه يلا تمام الله ينور تمسح الورقة على العربية ممنوع الركوب بدون كمامة الغرامة 500 جنيه من النهاردة طبق الإجراءات الحصرية بتاعت الدولة فاهم؟ يلا بسرعة هات العربية اللي طالعة دي بسرعة تمام يا راجل تمام وقف يا ابني تمام اسكت الكمامة حضرتك هتلتزمني بالكمامة تعالى لي ورقة على الأساس هنا وقدام ممنوع الركوب بدون كمامة غرامة 500 جنيه تمام أمنك وسلامتك يلا طب هات العربية اللي جاية دي تمام التزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية اللي عاملاها الدولة تمام ابتداء الكمامه العربيه اللي مش هتبقى لازمه ورقه ممنوع صواب بدون كمامه غرامه 500 جنيه تمام هتنزع لي ورقه قدام ورقه ورا تمام والناس كلها لابسه كمامه اهي اتفضل يلا يا باشا فيروس متحور منتشر تمام هكتب لي ورقه على العربيه ازاز هنا او هنا ممنوع الركوب بدون كمامه انت راجل محترم اهو كله مطبق تمام الكمامه لامنك وسلامتك اتفضل يلا Thank you.